يؤد قطاع المناجم من أهم القطاعات التي تسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ومن أجل تعزيز وتنسيق العمل بين وزارة المناجم والجيولوجيا وباقة ضمين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، جاء هذا اللقاء الذي جمع الوزير عبد الكريم محمد عبد الكريم مع المدير العام لهيئة الهندسة العسكرية والإنتاج الأميد جردي أبكر آدم، وذلك بضرورة تنسيق العمل بين الهيئة والوزارة في مجال استغلال المناجم، حيث أشاد الوزير عبد الكريم محمد عبد الكريم بهذه البادرة ووصف الهيئة بالمؤسسة العسكرية التي تسهم بشكل مباشر في تنفيذ البرامج الحكومية. وعليه فقد أكد المدير العام بأن إدارة استغلال المناجم بالهيئة ستعمل مع فني الوزارة لتحقيق هذه الغاية. نحن ذات في دومين انا اسبلاتاشون مينيير ممكن قايدين فوقها شانداجين الجنا مينيستر ولما انا ما استاف تكنيك حقا والاستاف تكنيك يعني دول خلاص عصاي هما اللي يخدم وينتو ريزولتال لمينيستر ومينيستر يشيل ديجيشون. وننوه الى ان هيئة الهندسة العسكرية والانتاج مؤسسة ذات استقلالية مالية تعمل تحت اشراف وزارة الدفاع، وتتمثل انشطتها في البنية التحتية والانتاج الزراعي والحيواني واستغلال المناجم، فضلا عن التدخل في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.